ديال النادي فالمغاربه كلهم تنسوقوا لهم الزمامره عبر بوابه الرياضه. شنو اللي تيدار في الزمامره اللي كيعرفوا المغرب؟ لا شيء. فقبل انا شخصيا جيت توليت المهام ديال الفريق في 2009 فكنت نمشي باش نجيبو نديرو نقلبو على لي جوار. كنا تنهضروا مع بعض اللاعبين تنقول لي واش عندك رغبه تلعب معنا في فريق نهضه الزمامره؟ تيقول لك انا راه ما كنعرفش بعد الزمامره فين جات عاد يمكن نعرف نهضه الزمامره. وهذا اشتغلنا عليه بشكل كبير. دونك اليوم راه الا تنهضروا راه كنهضروا على الزمامره عن طريق الرياضه. عن طريق الرياضه هذا هو الدور اللي لازم. وعن طريق كره القدم ولكن حتى عن طريق العاب القوى. ما تنساش انه معنا السي عبد الكريم ساسي وانا غنجي للبنيه التحتيه. ربما سي عبد الكريم ساسي كنت تحدث معك خارج البث الاذاعي على الحلبه انك تعرف في الزمامره يعني راه مرتبه بشكل متقدم على مستوى العاب القوى. وما يمكنش نهضروا على الزمامره الا ما هضرناش على العاب القوى. طيب سي عبد الكريم انت يعني انتم محتلين واحد الصفوف متقدمه على المستوى الجهوي على المستوى الوطني. عندكم عدة لاعبين كبار في المنتخب الوطني في جميع الفئات ولكن مع الاسف غياب حلبه. هذا يعني شنو هو السر ديال التالق؟ حلبه هي جايه ولكن كاين هناك تالق عطاته الطبيعه. سي عبد الكريم شكرا السي العلوي اللي يمكن نقول انا فيه التالق ديال الالعاب القوى على مستوى الزمامره هو هذا عمل كان عمل شو تنافسوا كرة القدم بعدا؟ انتوا شو مالوا اليوم؟ والمنافسة كاينة على من أجل إشعاع المدينة والنتائج إشعاع المدينة وبالتالي كتكون كل شيء كيخدم في سونس واحد أن كنخدموا كل واحد كيخدم فرع ديال كرة القدم أو فرع ألعاب القوى هو كيبقاو فروع كلهم كينتميو للتنمو المديري وبالتالي كنهزوا من المستوى ديال الرياضه المستوى المدينه ونمثلوا الاقليم. طيب سي عبد الكريم شنو غنطي في حلب؟ حلب هي اضافه نوعيه بالنسبه لشباب زمامره لان المستوى اللي وصلنا ليه حاليا بالنسبه للاعدائين هو مستوى كيبقى جد ايجابي بالنسبه للمقارنه مع الامكانيات المتاحه لان الشراكات وعلى حساب الدور ديال المجلس الحضاري ما كاينش نعطيك مده. لا يعني واش قريبه؟ وقرانا سي غافي يمكن نجاوب في لانه الهضر معنا الحلبه واليوم حتى هذا لم الشمل اننا لم الشمل نحاولوا نسيروا كل منظور كيشوف جميع الفروع. فلو ما كانش هاد النظره ما كناش غادي يمكن لينا نحلوا الاشكاليه ديال الحلبه لانه كيف ما كتعرفوا